جولة رابعة عصرا من أون لايف، أهلا بكم مشاهدي الكرام. إلى تفاصيل الرابعة، عقد رئيس الوزراء الشريف إسماعيل اجتماعا مع وزير الزراعة والنواب بشأن متابعة الثروة الداجنة في مصر. وقد بحث الاجتماع آليات زيادة استثمارات الثروة الداجنة والخطوات المتعلقة بإقامة مشروعات بالاستثمار الداجني لزيادة الإنتاج وتغطية الاستهلاك للسوق المحلي. كما بحث الاجتماع الخطوات التنفيذية لإقامة عدد من المزارع للدواجن بالمحافظات، وذلك في إطار برنامج إنزيماني للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، هذا فضلا عن خطة تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وتخصيص الأراضي لها. ومن جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لمتابعة الخطط المتعلقة بتخصيص الأراضي للمستثمرين في الثروة الداجنة. وخلال مؤتمر صحفي من مجلس الوزراء، قالت منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إن اليوم يوافق افتتاح أكبر معرض مختص بالإنتاج الداجني والماشية والأسماك، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالاستثمارات في مجالات الإنتاج الحيواني المختلفة. احنا النهاردة اليوم وزارة الزراعة عرضت على السيد رئيس الوزراء إن النهاردة هيبقى فيه افتتاح لأكبر معرض مختص بالإنتاج الداجيني والماشية والأسماك في الشرق الأوسط، بتعرض فيه حوالي 622 شركة مصرية و18 شركة أجنبية، وده بيدل على إن فيه اهتمام كبير من ناحية الدولة بالاستثمارات في هذه القطاعات الثلاثة. عقد رئيس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة مشروعات التكرير والبتروكيماويات، حيث قال وزير البترول المهندس طارق الملا ان الاجتماع تطرق الى مناقشة عدد من الموضوعات، منها المناطق التي سيتم طرحها في عمليات الاستكشاف والبحث في البحر الاحمر، خاصة بعد تعيين الحدود مع السعودية. وقد اوضح انه تم ترسية اعمال البحث التقني الثنائي وثلاثي الابعاد للشركات العالمية المتخصصة. وأشار أيضا إلى أنه بنهاية العام الحالي ستكون هناك مزايدات للطرح في البحر الأحمر. وفي شأن آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل اجتماعا لمناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة مشروع لمعالجة المياه من مصرف بحر البقر شرق القناة. تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بالمصرف الذي يعاني من التلوث نتيجة الصرف الزراعي والصناعي والصحي، مما يساهم في تعظيم الاستفادة منه واستغلاله في بعض المجالات بعد معالجتها. كما تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات حول جودة المياه بالمصرف، وذلك بعد قيامها بإجراء العديد من التحاليل للوقوف على طبيعة هذه المياه. افتتح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل مصنعين للغزل والنسيج بحجم استثمار يصل إلى 100 مليون لكل مصنع، وذلك بالمنطقة الصناعية كوم أبو رادي ببني سويف. وقد تفقد الوزير خلال زيارته المنطقة الصناعية ببني سويف، كما قام خلال زيارته للمحافظة بوضع حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل لإنتاج الأجهزة المنزلية والكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 2.4 مليار جنيه. وأكد قابيل أهمية دخل الاستثمارات للتنمية في الصعيد وكذلك توفير فرص عمل لأهل بني سويف. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولة بمنطقة المصانع، قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بأن بني سويف شهدت طفرة كبيرة في التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية. بني سويف الحقيقة عملت طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، دخلت فيها صناعات هندسية بشكل كبير جدا، وصناعات غزل ونسيج، وصناعات غذائية، وصناعات كيماوية أيضا. النهاردة برضو اتشرفنا، حطينا حجر أساس لواحد من مجموعة مصانع، المصنع اللي احنا حطيناه النهاردة في حدود 2.4 مليار جنيه، والمجموعة كلها هتبقى في حدود 12 مليار جنيه على مدار الخمس سنين اللي جايين. وخلال لقاء خاص مع أون لايف، قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن زيارته جاءت لتفقد المناطق الصناعية في منطقة كوم أبو رادي في مدينة بني سويف وافتتاح مصانع للغزل والنسيج باستثمارات ضخمة، وذلك بهدف تشغيل العمالة وتنمية الصعيد.
بني سويف واحده من المناطق الصناعيه الواعده، فيها اكثر من 80 مصنع، مصانع بحجم كبير. فزيارتي لها كذا شق، واحد تفقد المنطقه الصناعيه، نمره 2 افتتاح مصانع غزل ونسيج، انتوا النهارده في واحد منه. ده مصنع استثماراته يمكن حوالي اكثر من 100 مليون، بيشغل 340 عامل، بيصدر 70% من انتاجه و30% للسوق المحلي. فده بالظبط اللي احنا بنهدف فيه، بنهدف لغزل ونسيج، بنهدف لتشغيل عماله، بنهدف لصادرات، وبنهدف لتنميه الصعيد. الحقيقه الاربع عوامل موجودين في نفس النقطه. في نفس الوقت بنحط حجر اساس النهارده لمصنع هو الحقيقه مجمع، الجزء الاولاني منه حوالي 2.4 مليار جنيه، المجمع كله في حدود 12 مليار جنيه لكل انواع الاجهزه الكهربائيه والصناعات المغذيه لها. ده برضه هيكون هنا في منطقه توما برادي بني سويف. ومن جانبي اوضح محافظ بني سويف الشريف حبيب لاون لايف ان المحافظه اصبحت جاذبه للاستثمار كنتيجه للتعاون مع وزاره الصناعه لدفع عمليه الاستثمار وتهيئه المناخ لتنفيذ سياسه الحكومه في الاصلاح الاقتصادي. احنا النهارده ده بناخد نتاج التعاون اللي في الفتره الماضيه مع وزاره الصناعه، لدفع عجله الاستثمار وتهيئه المناخ تنفيذ لسياسه الحكومه. ده بيتم ان احنا بقينا منطقه جاذبه للاستثمار وخاصه الصناعات والاستثمارات الاجنبيه. ان مصنع النهارده فيه استثمارات حوالي 100 مليون، بيوفر حوالي 220 فرصه عمل كلهم من بني سويف. طبعا في صناعه مهمه جدا هي الغزل ونسيج، كنا مصر رائده في هذه الصناعه لسنوات طويله وكانت معروفه في السوق العالمي، تراجعت لاسباب، النهارده بترجع تاني عن طريق المصانع الجديده وعن طريق خطه الاصلاح اللي بتتبناها الدوله لصناعه الغزل والنسيج العريقه في مصر. هنأ الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الطلاب الحاصلين على المركز الاول في الشهاده الثانويه الازهريه من الشعب المختلفه، وذلك خلال اتصال هاتفي بهم. وتقديرا لتفوقهم قرر الطيب منح رحله حج هذا العام لاسر طلاب اصحاب المركز الاول على الجمهوريه، اضافه الى مكافاه ماليه واعفاء من المصروفات الجامعيه للعشره الاوائل. وقد حرص شيخ الازهر خلال هذا الاتصال على تقديم الشكر لاسرهم على جهودهم في رعايه ابنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم في دراستهم، كما اكد ان الامه الاسلاميه تعلق امالا كبيره على طلاب الازهر الشريف وخريجيه في نشر الوسطيه ومواجهه التطرف والارهاب. مشاهدي الكرام، فيما يلي اسماء بمن حصلوا على المراكز الاولى على مستوى الجمهوريه في الثانويه الازهريه. مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الطالبة أمل محمد أحمد عبد الغفار فودة، وهي الحاصلة على المركز الأول بالقسم الأدبي بالروضة بالشرقية. أمل، أولا ألف مبروك على هذا المركز الأول. ربنا يبارك في حضرتك. قولي لي أمل، يعني إزاي كان أسلوب مذاكرتك في هذا العام للحصول على هذا المركز؟ بصراحة أنا ما كنتش زي الطلاب اللي بينظموا أو يعملوا جداول أو كده، أنا كنت يعني بذاكر المادة اللي أنا أضعف فيها أذاكرها، برجع من الدروس مثلا الساعة 2 الظهر أبدأ مذاكرة، ما كنتش بنام يعني أول ما أرجع وكده، أبدأ مذاكرة أفضل لحد الليل أو ممكن أسهر كمان طول الليل وبعدين أبقى أنام الصبح تاني شوية. أمل، كان في انتظام في التواجد في المدرسة؟
لا بصراحة الدروس كانت واخدة وقتنا لدرجة ان احنا مش نقدر. المدرسة كانوا بيطلبوا منا ان احنا نروح بس على قد ما نقدر، يعني كنا بنروح بسيط مش على طول. طب يعني نموذج الامتحانات هذا العام يعني ايه تعليقك عليه؟ الشيء الجيد فيه والشيء اللي لقيت فيه صعوبة؟ بصراحة هو بالنسبة للصعوبة هي مش صعوبة بس كان مفاجأة لنا، يعني طريقة الأسئلة ان هم مركزين على حتت معينة ما كانش بيركزوا عليها قبل كده. مثلا اللي هي الأسئلة اللي جابتها قصيرة محتاجين نقطة معينة نجاوب فيها، مش نقدر ان احنا مثلا ندور حول الإجابة. لكن طبعا الميزة كان في ميزات اكتر من العيوب، يعني ان احنا مثلا الإجابة واضحة قدامنا مكانها محدد، برضو بيبقى سهل اللي بيصحح، ده كان بيطمننا ان اللي بيصححه مثلا مش هيتوهوا في إجابتنا او كده، وكان برضو يعني الأسئلة كانت اسهل. طيب قولي لي عمل دور الأسرة في تهيئة جو للمذاكرة والتفوق، وهل التفوق بتاعك تفوق يعني استثنائي ولا كان عبر سنوات الدراسة كان في تفوق أيضا في محطات الدراسة؟ الحمد لله. وبالنسبة لأسرتي يعني أنا بشكرهم وبقول لهم ربنا يجعله في ميزان حسناتهم لأنهم ساعدوني كتير قوي، وكمان وقفوا جنبي في حاجات كتير قوي كانوا بهيئوا لي الجو بيشجعوني على طول. ماما كانت دايما يعني تقول لي لو ما جبتيش درجة حلوة ما تزعليش وكده، كان بتطمني فده كان بيساعدني برضو. نعم. على المذاكرة. هل هناك كلية معينة تم اختيارها من قبلك؟ هو لا بصراحة ما حددتش قوي، بس يعني اللي أنا عارفين أنا نفسي أدخل حاجة تبع الشرع، يعني المواد الشرعية أنا بحبها جدا. شكرا جزيلا ومبروك مرة أخرى أمل محمد أحمد عبد الغفار فودة الأولى على القسم الأدبي بالأزهر الشريف، شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام ننتقل بكم الآن إلى فاصل. أهلا بكم مرة أخرى وأنباء الرابعة من أونلاين. ومرحبا بكم مجددا. دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دعا قطر إلى بذل جهد أكبر لتحسين ثقة الدول العربية فيها، ورحب آل نهيان بتوقيع قطر اتفاقية لمكافحة تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة أن تقوم قطر بجهد مضاعف لتغيير رؤية الكثير من الدول العربية لما تقوم به من إيواء ودعم وتمويل وإبراز أصوات متطرفة تدعو للعنف والكراهية، مشيرا إلى أن دول المنطقة قررت عدم السماح بأي نوع من أنواع التسامح مع الجماعات المتطرفة ومن يقف خلفها ويدعمها. كما تقدم وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنوار جرجاش بشكوى رسمية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اتهم فيها قناة الجزيرة بدعم الإرهاب والطائفية ومعاداة السامية. وأضاف جرجاش أن تقارير الجزيرة تجاوزت مرارا عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز. كشفت المعارضة القطرية أن القوات التركية المتواجدة داخل قطر نصبت 6 مدافع في الجهة الجنوبية من قطر والمحادية للحدود السعودية. وأشارت المعارضة إلى أن القوات التركية أصدرت بيانا عسكريا يمنع التجول أو الاقتراب من المناطق الحدودية ابتداء من اليوم. كما أكدت المعارضة أن القوات التركية قالت إن المناطق الحدودية في قطر أصبحت مناطق عسكرية ويمنع الاقتراب منها. أعلنت أمريكان إيرلاينز إنهاء شركتها مع الخطوط الجوية القطرية، وذلك بسبب الخلاف المستمر مع الشركة القطرية، وذلك بسبب تلقيها إعانات حكومية غير مشروعة. يأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر واحد على إعلان الخطوط الجوية القطرية عزمها على الاستحواذ على حوالي 10% من رأس مال أمريكان إيرلاينز في وقت تمر فيه الدوحة بأخطر أزمة دبلوماسية بسبب المقاطعة العربية لها. قال قائد القوات الخاصة الليبية العميد ونيس أبو خمد إن أمن ليبيا من أمن مصر، مشددا خلال حواره مع برنامج بين السطور المذاع على قناة أونلايف على ضرورة وجود تنسيق بين البلدين للقضاء على الجماعات الإرهابية. من أمن مصر وأمن مصر من أمن ليبيا، ولو لم يتم القضاء على هالمجموعات الإرهابيين زي ما حصل في مصر الأخوان، يعني لو ما تم التكاتف ما بين الشعب الليبي والشعب المصري حينتقل هذا المرض لأي دولة أخرى وعدة دول أخرى لو ما يتمش التكاتف الشعوب مع بعضها الجيران، هذه الأوبئة ستنتقل لكل دولة. هذا الوباء مثل مرض السرطان.
وأضاف بوخمادة أن قطر عملت على تزويد الإرهابيين بأحدث الأسلحة لتخريب ليبيا وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار. قطرية السلاح اللي جابوه الدخيرة راي كلها عندنا، خديناها من جماعتكم اللي جبتوها لهم، وكان عندكم أخرى تبزيدوهم دخيرة ولا سلاح بالله يجيبوا لنا حاجات متطورة، رانا خديناها كلها راي قاعدة عندنا. فتركيا كذلك احتضنت فلول الارهابيين والتكفيريين ومتواجدين الان في تركيا، والان يبوا يروحوا لان كملنا الفلوس وما عاد عندهم ما يديروا، لكن ليبيا باقيه. يتواصل الحوار السوري بجولته السابعه لليوم الرابع على التوالي بمقر الامم المتحده في جنيف. هذا وقد قال رئيس وفد المعارضه السوريه في محادثات السلام السوريه نصر الحريري ان المعارضه تقدمت بمقترحات للانتقال السياسي في سوريا. وأشار الحريري أيضا إلى تحقيق تقدم بشأن توحيد المعارضة السورية، لافتا إلى أن حوارا فتح بين الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو. قتل 32 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات اندلعت في حي الروضة شمال شرقي مدينة الرقة. وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن اشتباكات أخرى دارت مع التنظيم عند أسوار المدينة القديمة بالرقة وفي حي هشام بن عبد الملك شرق المدينة وحيي البريد والدرعية في غربها. تأتي تلك الاشتباكات بعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على 35% من مدينة الرقة، وذلك بعد 5 أسابيع من بدء معركة الرقة. وفي ريف حمص تتواصل الاشتباكات بين القوات السورية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محيط حقل الهيل النفطي. في العراق قتل 9 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء هجوم انتحاري استهدف الحشد العشائري في مدينة الكرمة بالأنبار. ويأتي هذا فيما تواصل قوات الأمن العراقية عمليات تمشيط مدينة الموصل بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، حيث قامت قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط أنفاق في الموصل القديمة وإلقاء القبض على 40 إرهابيا. وفي المدينة القديمة تواصل القوات البحث عن إرهابيين يتحصنون بها. أحكم الجيش اليمني سيطرته على تبتي الحمراء والسوداء الواقعتين ضمن الخط الأمامي لجبهة الكدحة في محافظة تعز، وبذلك يتمكن الجيش اليمني من قطع خطوط إمداد الميليشيات باتجاه مديرية الوازعية جنوبي غربي تعز. كانت المواجهات تركزت في مناطق زبت وجبل الدرب وجبل علقة بالكدحة، حيث تكبدت الميليشيات خلالها خسائر بشرية كبيرة سقط فيها العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح. انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال قمة فرنسية أمريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المقرر أن تتناول القمة مناقشة ملف الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بينها الوضع في منطقة الساحل بإفريقيا، حيث تشارك القوات الفرنسية في مهمة لدعم القوات المحلية ضد الجهاديين. ويشار إلى أن هذه هي الجولة الأوروبية الثانية لترامب خلال هذا الشهر. أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها مستعدة لتفعيل العلاقات الفرنسية الألمانية بزخم جديد، خاصة بعد تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة. كما أشارت إلى أنها على الصعيد الأمني في حاجة إلى تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، بالرغم من تباين وجهات النظر، موضحة أن أوروبا لا تستطيع أن تكسب عدة معارك وحدها مستشهدة بمعركة الإرهاب. ما بررته بكونهما لذلك أعضاء في حزب الناتو جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس وزراء فرنسي ألماني ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشاركة ميركل لبحث تعزيز التعاون الدفاعي في أوروبا ومكافحة الإرهاب. شارك في هذا الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والعمل والدفاع من الجانب الفرنسي والألماني. أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كورين أنه سيلتقي في بروكسل اليوم ميشيل بارني كبير مفاوض الاتحاد الأوروبي حول البريكست. وقال كوريه إن الاجتماع سيشارك فيه المسؤول عن ملف بريكست في حزب العمال كيري ستارمر، وسيقدم خلاله الحزب لبارنيه نظرته بشأن الخروج من الوحدة الأوروبية والقائمة على دعامتين هما بريكست ذو بعد اجتماعي وحماية حقوق العمال.
تعرض اليوم الحكومة البريطانية مشروع قانون لإلغاء التشريع الأوروبي الذي أدرج المعاهدات مع الاتحاد ضمن القانون البريطاني. يهدف هذا المشروع إلى استبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني. ومن المفترض أن يتيح لبريطانيا مواصلة عملها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي في مارس لعام 2019. رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الإفصاح عن الفترة التي تعتزم أن تبقى فيها في السلطة بعد أن خسرت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات الشهر الماضي. قالت ماي أنها تريد أن تستمر في عملها لتغيير حياة البريطانيين إلى الأفضل، مؤكدة أنها شعرت بخيبة أمل عندما خسرت أغلبيتها في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم 8 يونيو الماضي. نشرتنا ما زالت مستمرة. مشاهدي الكرام، نحن في انتظاركم. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل الانباء الرابعه، اهلا بكم. اكد وزير الخارجيه سامح شكري التزام مصر الكامل بمكافحه ظاهره الارهاب والتطرف التي تمثل تهديدا ليس فقط للامن. وقد أشاد الوزير شكري بالدور المهم والحيوي الذي تطلع به القوة متعددة الجنسيات، كما نوه بما تتمتع به من كفاءة في أداء مهامها المتعلقة بحفظ السلام في سيناء. جاء ذلك خلال استقبال شكري مدير عام القوة متعددة الجنسيات ديفيد ستارفيلد، حيث أعرب من جانبه عن تعزيه في ضحايا الهجمات الإرهابية في سيناء، وأشاد بجهود مصر في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي مدير عام القوة متعددة الجنسيات ديفيد ستارفيلد والوفد المرافق له بحضور عدد كبير من قيادات القوات المسلحة. تناول هذا اللقاء سبل التنسيق لتنفيذ مهام القوة ومجالات التعاون المشترك مع القوات المسلحة. من جانبه وجه مدير عام هذه القوة الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدور المهم الذي تقوم به لتذليل كافة المصاعب التي تواجه عمل القوة، متمنيا لمصر مزيدا من التقدم والاستقرار باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. أكده أفار خالد العناني أنه جار العمل على تنفيذ بانوراما التاريخ العسكري بين قناة السويس القديمة والجديدة لإظهار تواجد الدور العسكري المصري على مر العصور. وقد أشار وزير الأفار خلال افتتاح معرض للصور بمكتبة الإسكندرية إلى أن تمويل جميع المتاحف في مصر يتم بأموال مصرية. طبعا المتحف الكبير هيكون فيه قاعات لكل الاماكن الاثريه بجمهوريه مصر العربيه، ولكن بالاضافه الى كده في متحف ان شاء الله مشروع كبير شغالين فيه بانوراما التاريخ العسكري، وده موجود ما بين القناه القديمه والقناه الحديثه، وده ان شاء الله يكون بانوراما ضخمه جدا توري التواجد والدور العسكري المصري على مر العصور منذ العصر الفرعوني مرورا بالعصور المختلفه حتى الدور العظيم اللي بيلعبه الجيش المصري لغايه النهارده في منطقه سيناء. وطبعا بالاضافه حضرتك عارفه في متحف الاسماعيليه ومتحف السويس، ولكن هنعمل متحف تاني ان شاء الله اللي هو البانوراما اللي هيكون ما بين القناه القديمه والقناه الجديده، المتحف الكبير سواء متحف الحضاره ده تمويل مصري، حتى المتحف الياباني هو قرض ياباني لكن قرض احنا هنسدده. احنا طبعا بنتعاون بشكل دائم مع وزاره السياحه ووزاره الثقافه للتسويق، واحنا برضو في حدود امكانياتنا الحمد لله احنا اقل حدث عندنا في اي اكتشاف النهارده بيجي لنا عشرات الكاميرات من العالم. يمكن يحدي حضرتك مثلا ثلاث امثله فقط، تونة الجبل المومياوات اللي اكتشفت، حضرتك شفت كم الكاميرات اللي جت من العالم كله، تمثال المطريه في المتحف المصري بالتحرير، مقبره الاقصر اكثر من 50 كاميرا واعلامي مصري واجنبي كانوا متواجدين. اي حدث بيخص الاثار المصريه العالم كله بيجري علينا عشان يتابعوا، لان دي نقطه التفرد اللي عند حضرتك في جمهوريه مصر العربيه. قامت مجموعة من الشباب بابتكار برنامج تعليمي جديد يتميز بسهولة عرض المحتوى من خلال إظهار مجسمات ثلاثية الأبعاد. كتاب وهاتف ذكي، هذا كل ما تحتاجه الأسرة لتعليم أطفالها اللغة الإنجليزية بشكل جديد. بابل هي ستارت اب بتقدم طرق تعليم جديده وبديله لطرق التعليم التقليديه اللي ما بقتش جذابه للجيل الجديد. الكتاب بتاعنا مش مجرد كتاب عادي، هو احنا الحلول بتاعتنا مبنيه على الكمبيوتر فيجن تكنولوجيز، هي تكنولوجيز زي الفي ار والاي ار اللي هو الواقع المعزز والواقع الافتراضي. هي كتب او التكنولوجي بتسمح للي بيشوف التكنولوجي دي ان هو اكسبيرينس الماده اللي حواليه اكتر،
لو هنتكلم على الاوجمنتد رياليتي التكنولوجيا اللي احنا مستخدمينها، فالطفل بينزل الابلكيشن بتاعنا عن طريق الجوجل بلاي او الاب ستور وبيستخدم الكتاب بتاعنا. مجرد ما بيبص من الابلكيشن على الكتاب بيظهر له الاوبجكت اللي جوه الكتاب او الصوره اللي جوه الكتاب 3 دي اوبجكت قدامه بالسبيلنج بتاعه والفويس اوفر بتاعه. هذه الطريقة تحبب الطفل في التعلم من خلال المجسمات التي يعرضها الكتاب، من خلال شاشة الهاتف التي يتفاعل معها الطفل ويلهو بها، وتم تجربه في بعض الحضانات ومراكز تأهيل الأطفال. الكتاب حلو جدا جميل، وإيه وأنا يعني هو بيديني طاقة اللي بحب أذاكر، وما بحبش حاجة تانية غير الكتاب ده، وبحب اللي أنا أذاكر عليه بس وأعمل كل حاجة عليه، علشان هو بيديني اللي أنا أحب أذاكر جدا، وايه ما اسيبش الكتاب غير لو انا مخلصاه كله. انا احب الكتاب ده عشان بيحرك الحاجات، ايه وانا مبسوط قوي عشان بتعلم. حصل الابتكار الذي تم طرحه لاول مره في معرض الكتاب 2017 على عدد من الجوائز، وشارك في معارض عديده، كما انه متاح الان بالمكتبات، ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالكتاب مجانا على الهاتف المحمول. يعد تراكم النفايات البلاستيكية في المحيطات مشكلة كبيرة تؤرق المعنيين بالبيئة. الباحثون اكتشفوا منذ سنوات قليلة تطوير ميكروبات قادرة على أكل البلاستيك، الأمر الذي يساهم في تقليل نسبة النفايات، لكنه لا يخلو من المخاطر في الوقت ذاته. باتت المحيطات اليوم تحتوي على كمية من البلاستيك أقل بكثير مما يعتقد، هكذا يقول هؤلاء الباحثون، لكن الخبر ليس سعيدا كما قد يتصور البعض. فالبيولوجيون بجامعة بومبيو فابرا الأسبانية يرجحون أن الميكروبات قد طورت قدرة جديدة على هضم البلاستيك. من الثابت الآن أن جميع الميكروبات لديها القدرة على التطور، والأنواع التي تمتلك القدرة على أكل البلاستيك لديها الأفضلية عن الأنواع الأخرى، وهذا هو السبب في زيادة أعدادها. لكن هذه المهارة الميكروبية المكتشفة حديثا ليست نافعة بالكلية، فالأمر قد يؤثر بالسلب على الحياة البحرية. هناك جوانب جيدة وجوانب أخرى ليست كذلك، فتكسير الميكروبات للبلاستيك يخلف بلاستيك بأحجام دقيقة جدا، الأمر الذي يستدعي استخدام ميكروسكوب لرؤيته، وهذا يعني أن النظام البيئي بأكمله وجميع الكائنات في السلسلة الغذائية تستطيع أكل البلاستيك، بدءا من الكائنات الدقيقة الغير مرئية وصولا إلى الحيتان وجميع الكائنات. نظرية أخرى تقول بأن البلاستيك الطافي على سطح الماء سيغوص إلى قاع البحر أو سيتكسر إلى قطع مجهرية تضر بالحياة البحرية. دراسات سابقة ترجح أن الإضافات الأخرى المقترنة بالبلاستيك من الممكن أن تنفذ هي الأخرى إلى سلسلة الغذاء إذا ما تحللت الأجزاء البلاستيكية. في عام 2006 أصدرت منظمة السلام الأخضر تقريرا يوضح أن 260 نوعا من الكائنات على الأقل يعانون من ابتلاع البلاستيك الموجود في المخلفات البحرية، من بينهم طيور وسلاحف وحيتان وأسماك. نشرتنا ما زالت مستمرة الآن، الجولة الاقتصادية مع ولاء غانم، تفضلي ولاء. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عقد وزير التموين الدكتور علي المصلحي اجتماعا مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات لبحث سبل دعم وتنشيط عمليات نقل السلع التموينية والقمح عبر السكك الحديدية والنقل النهري. وقال الدكتور علي المصلحي إن منظومة نقل وتداول السلع التموينية ضخمة وتحتاج إلى توظيف كامل لقدرات قطاع النقل النهري والسكك الحديدية باعتبارهما الأقل تكلفة والأكثر انضباطا. واتفق وزيراء التموين والنقل على تشكيل لجنة عليا مشتركة لدراسة كامل الاحتياجات والإمكانيات المتاحة وإمداد قطاعات النقل بخرائط تحدد مواقع تخزين ونقل السلع، خاصة القمح والسكر والزيت. ومن جانبه صرح وزير النقل الدكتور هشام عرفات بأن نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري يقلل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة. عقد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ومحافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي لبحث موقف 11 منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة والتي تقع تحت خطوط الضغط العالي.
وصرح وزير الإسكان بأن المناطق العشوائية بمحافظة القليوبية غير آمنة حيث تقع تحت خطوط الضغط العالي، لافتا إلى أن المواطنين قاموا ببناء نحو 4000 وحدة سكنية على نحو 40 فدانا بالمخالفة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على أرواحهم وصحتهم. وأوضح مدبولي أنه تم الاتفاق على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة لساكني هذه الوحدات الخطرة والمخالفة. بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع السفير الروماني بالقاهرة ميهي شتيفان الترتيبات النهائية لاجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والمقرر عقدها بالعاصمة الرومانية بوخارست خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ورومانيا في شتى مجالاتها. صرح السكرتير العام لمحافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ بأن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات راغبي تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة حتى 31 من الشهر الجاري، وذلك بجميع الأحياء ومبنى المحافظة. وطالبت المحافظة راغبي تقنين الأوضاع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وتقديم المستندات المطلوبة كافة حتى يمكن النظر في إمكانية التقنين من عدمه. وكانت أجهزة محافظة القاهرة قد تمكنت من استرداد أكثر من 1,000,000 متر مربع من أراضي الدولة المعتدى عليها. قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة مساء أمس تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية، ليصبح من 250,000 جنيه بدلا من 1,000,000 جنيه وحتى أقل من 50,000,000 جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض ومتناقص حوالي 5% تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 من يناير 2016. بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع كريستوفر جونز نائب المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية بحثا أوجه التعاون القائمة بين الجانبين وسبل دعم وزيادة هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على وضع خطط محددة لتنفيذها، ومن أهمها مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة، بالإضافة إلى المشاركة في مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها. كما بحث الجانبان كيفية استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة لتكون لها مساهمة ملموسة في تنويع مزيج الطاقة بمصر، وتم الاتفاق أيضا على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتنفيذ تلك الأهداف. ارتفعت أسعار المعادن في الأسواق العالمية بنحو جماعي خلال تعاملات اليوم، وزاد سعر أوقية الذهب بنسبة بلغت 0.15% ليسجل 1,220 دولارا و90 سنتا، كما ارتفع سعر أوقية الفضة بنسبة طفيفة لم تتعدى 0.2% لتسجل 15 دولارا و89 سنتا، وربح خام النحاس بنسبة بلغت 0.51% ليسجل 5,905 دولارات للطن. نهاية جولتي القصيرة والسريعة الاقتصادية في هذه النشرة، مرة أخرى إلى بسمة وسيد لاستكمال النشرة إليكما. طبعا معكم الجولة الاقتصادية قدمتها ولا غانم. ومن الجولة الاقتصادية إلى جولة رياضية مع شيماء الكردي، إليك شيماء. شكرا لكما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يخوض فريق نادي الزمالك في 9 مساء اليوم مواجهة هامة ومصرية أمام طلائع الجيش في ربع نهائي بطولة كأس مصر على استاد السلام، حيث يسعى الفريق الأبيض لتخطي هذا الدور وبلوغ نصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها في النسخ الأربع والأخيرة، واستعادة الروح المعنوية المفقودة للفارس الأبيض عقب توضيع دوري أبطال أفريقيا مؤخرا. يذكر أن الفائز من المباراة سيواجه المصري البورسعيدي في نصف نهائي البطولة في 9 من أغسطس المقبل.
رغم استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك على استمرار البرتغالي أوغوستو إيناسيو كمدير فني للفريق الأبيض في الفترة القادمة، إلا أن ما صدر داخل النادي أكدت أن البرتغالي لا يزال مهدد بالرحيل، وذلك في حالة الخسارة مع الفريق في مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش. وفي هذه الحالة لن يمنح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أي فرص أخرى للبرتغالي، وسيكون القرار هو فسخ تعاقده معه بالتراضي. وأبدأ الزمالك من جديد رحلة البحث عن مدير فني يقود الفريق أمام النادي الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، وكذلك في البطولة العربية للأندية. أكدت تقارير سعودية اقتراب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودية، ليصبح الحارس المصري الثاني في الدوري السعودي بعد حسام الحضري والمنتقل لاحديثا إلى صفوف نادي التعاون. وأشارت التقارير إلى اتفاق الشناوي على جميع بنود العقد الشخصي مع نادي النصر الملقب بالعالمي، في حين تتبقى موافقة إدارة نادي الزمالك. ومن المتوقع أن يصل وفد من النادي السعودي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء إجراءات الانتقال بشكل رسمي، حيث أبدى النصر موافقته على طلبات إدارة الزمالك المالية. نفى حسين الشحات ظهير أيمن فريق مصر للمقصة توقيعه لصالح الزمالك ملمحا بوجهته المقبلة عقب نهاية الموسم الجاري. وقال الشحات إنه يرتبط بعقد مع المقصة، مشيرا إلى إبلاغه من قبل إدارة النادي الفيومي برغبة الأهلي والزمالك في ضمه. لاعب المقصة أكد في سياق متصل انتمائه للأهلي وهو وكل عائلته، مشددا على رغبته اللعب للقلعة الحمراء. وأكد حسين الشحات في ختام تصريحاته أن الأهلي يضم عدة نجوم كبار يتمنى اللعب بجوارهم مثل أحمد فتحي وحسام غالي. طلب نادي النجم الساحلي التونسي بشكل رسمي من الزمالك ضم اللاعب رزاق سيسي مهاجم الفريق الجديد القادم إليه من نادي FC مونانا الإيفواري بعد انتهاء إعارته إلى أسوان. وكان الزمالك قد اتخذ قرارا بشراء اللاعب وإعارته خارجيا ليكتسب مزيدا من الخبرة ويفيد القلعة الناحية المادية. وأرسل النادي التونسي فاكسا رسميا يطلب ضم سيسي ومعرفة طلبات الزمالك المادية للتعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة. وتدور أزمة كبيرة بين الزمالك وأسوان، حيث يؤكد الأخير أن سيسي من حقه في الوقت الذي ينفي اللاعب ووكيله هذا الأمر، مؤكدين أن الإيفواري بات من حق الأبيض. أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بقاء الثنائي حسام غالي وعماد متعب في صفوف الفريق الموسم المقبل. ونفى البدري مجددا طلبه رحيل الثنائي، مؤكدا أنه سيكمل عقده مع حتى نهاية الموسم المقبل. وعن مشاركة غالي في مباراة وادي دجلة رغم استبعاده من لقاء القطن الكاميروني لمعاقبته بعد تدخله في بعض التعليمات الفنية، قال البدري أن هناك حدود يجب عدم تخطيها، وإن حدث فلا بد من ردة فعل. قال أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة إن أحد مدربي الدوري الإنجليزي من أصحاب الخبرة الكبيرة استفسر منه عن أحمد حجازي مدافع الأهلي. وأضاف ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه يعتقد أن حجازي سيكون في البريمير ليج قريبا، وكان حجازي تلقى عرضا مؤخرا من أحد الأندية السعودية، لكن حسام البدري مدرب الفريق أعلن نيته عدم التفريط في أي لاعب بالفريق هذا الموسم. ويتواجد 4 لاعبين مصريين بالدوري الإنجليزي بدرجتيه، حيث يلعب محمد صلاح مع ليفربول، ويتواجد محمد النني في أرسنال، ويلعب رمضان صبحي لصالح ستوك سيتي، فضلا عن أحمد المحمدي لاعب هال سيتي الهابط لدرجة الأولى. تراجع نادي جون جون الفرنسي عن إتمام صفقة التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بسبب عدم رد القلعة الحمراء على العرض الذي قدمه النادي الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب. وكان جون جون قد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب مقابل 800,000 يورو، إلا أن الأهلي لم يرد سواء بالموافقة أو الرفض وتجاهل الأمر تماما. وسبق أن حدد الأهلي 3 ملايين دولار لبيع اللاعب قبل أن يرفض حسام البدري المدير الفني للفريق فكرة التفريط في العناصر الأساسية، رغبة منه في الحفاظ على استقرار الفريق لمواصلة حصد البطولات في الفترة المقبلة
وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا. تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بموافقة الأمن على إقامة لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له الاثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز. جاء هذا بعد أن رفضت الجهات الأمنية إقامته على ملعب السلام الدولي الذي يستضيف مباريات الأهلي هذا الموسم. وبذل مسؤول الأهلي خلال الساعات الماضية مجهودات كبيرة لإقامة لقاء على ملعب السلام، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل ليتم نقل اللقاء لبرج العرب. مشاهدينا انتهت هذه الجولة، نعود مرة أخرى للزملاء. مشاهدي الكرام، وبهذه الجولة الرياضية التي قدمتها شمائل الكردي نصل إلى ختام أنباء الرابعة، ولكن يتبقى أن نذكركم بأهم ما جاء بها من عناوين. إسماعيل يبحث في اجتماع آليات زيادة الاستثمارات الثروة الداجنة وعملية البحث والاستكشاف في البحر الأحمر. وزير الصناعة يفتتح مشروعات تنموية ببني سويف، والمحافظ يؤكد جاذبية المحافظة للاستثمار. القوات اليمنية تتمكن من قطع خطوط إمداد الحوثيين جنوب غربي تعز. ختام هذه الجولة. شاهدنا الكرام، نحن متواصلون.